الوقت الحلو. مرة النصر بدأ يبرر، بدأ ياخذ مساحات، ينتظر اللي جاي من الخلف. باولو بينو صوب، الله، صبر النصر قبل النهاية، صبر النصر قبل النهاية. باولو بينو سجل أول أهداف المباراة، أول أهداف المباراة. قال النصر قبل النهاية وقبل صافرة الهذلول لازم يكون حالة من الذهول لهذا الجمهور. وقف باتريسيو، وقف الجماهير الصفراء. الشمس طلعت في الحزة بالليل، بالليل طلعت مع هدف النصر الأول. تمريرة جميلة مرت من هناك بالمساحة، شوف النظرة الكولومبي، اللاعب الكولومبي حطها في الزاوية البعيدة، صعبة على المخيتان لأنها لعبة بشكل رائع وجميل. هدف أول للنصر يشعل في المباراة الكثير، يغير في المباراة الكثير، مع أن المباراة يا جماعة حلوة. يا ولد يا ولد يا باولو بينو أخذها واحدة وحطها على الزاوية البعيدة وقال للهذلول يكثر خيرك صفر. شوط المباراة الأول ينتهي على هذا الأداء، على هذه النتيجة، 1-0 النصر. حتى ألتقيكم في شوط المباراة الثاني، لنا عودة ولكن الزميل خالد سعيد والخبراء لهم نظرة تحليلية خاصة. أستودعكم الله على أمل اللقاء في الشوط الثاني، إلى اللقاء. الملعب كرة منقولة، فرانكلين راح يلعب مهاجم لأنه عنده إمكانيات لضربات الراس. هل محسوب كرة منقولة، جول جول جول، الله، جول مالك، سجل مالك، وأخيرا سجل مالك معاذ، وأخيرا يظهر معاذ في الأحساء ويسجل هدفه النصراوي الأول بقميص النصر. طلع مالك، سجل مالك، جول مالك معاذ، عود علاقته مع الشباب، هدف ثاني في توقيت مهم للعالمي، هدف مناسب في وقت مناسب، ومن لاعب كان يبي يسجل للاعب كان مناسب. مالك معاذ، هذه قصة البداية، انطلاقة حلوة مر فيها عدنان فلاتة، لكن لف اللي جاي من الخلف، مالك معاذ بدون رقابة، بدون مزاحمة للاعبين، هي كان فيها لمسة يد ومع ذلك مرت، وسجل مالك معاذ الهدف الثاني للنصر. الهدف الثاني مالك معاذ لعبها مخادعة على الأرض وسجل الهدف الثاني. 2 النصر، لا شيء هجر. هذا محمد السهلاوي ابن هذه المدينة، ابن مدينة الأحساء أو ابن محافظة الأحساء تحديدا، من خلف وسط الملعب عدت مرة ثانية. غالب ريان بلال ياخذ كورته طويلة وعالية، ثالثة هياها، اوصلت الى المخيطان، عدت ريان، فاز ريان، حاولها، صوبها، ثالثة ثالثة. تقولون فيها تسلل، اقول لا، من هذه الزاوية ريان بلال راح المخيطان، ريح ريان، هيئها، قال له تعال سدد يا عدنان، قال له مالك تعال كملها. عدنان سدد ومالك اليوم اللي يكمل، كملها في الشباك، ثلاثية نصراوية على أجمل مساء، على أجمل صورة، مسجل من خلالها هدف ثالث وثلاثة تهز شباك محمد البخيتان، 3 أهداف نصراوية. الآن النصر يرتاح تماما على 3 أهداف، يرتاح على فرحة مالك معاذ وعلى فرحة هذا النجم العام.